السلام عليكم، انا اميره داود، اخصائيه علاج شعوري وعلاج بالطاقه الحيويه. اهلا بيكم. هنبدا دلوقتي هنتكلم عن how to diagnose your problem، ازاي توصف او تشخص المشكله اللي عندك. طبعا بما اني اخصائيه علاج شعوري يبقى هنتكلم عن ازاي تشخص مشكلتك الخاصه بمشاعرك. اوقات كتير جدا كمان بيكون المشكله الم جسماني وبيكون سببه نفسي. علم الميتا هيلث بيقول ان اي الم عضوي بيكون او اي مرض عضوي بيكون سببه نفسي، وسواء اختلفنا او اتفقنا، كلمتي المشهوره سواء اتفقنا او اختلفنا مع النسبه دي، الا ان اكيد 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 في جزء كبير جدا من الالام العضويه بيكون او الامراض العضويه بيكون سببه نفسي. اول حاجه بنعملها لما بنبتدي جلسات العلاج الشعوري ان احنا لازم نشخص المشكله، نحط ايدينا على سبب الالم العضوي او سبب الالم النفسي اللي العميله او العميل جايبيه. الحقيقه اوقات كتير بيكونوا مش عارفين، وده عادي جدا. احنا شغلنا ان احنا بنساعدهم ان هم يتواصلوا ويعرفوا ايه الروت كوز بتاع المشكله. كأخصائية علاج شعوري عندنا أدوات كتير جدا، طرق كتير، تكنيكات كتير بنشتغل بيها عشان نشخص وعشان نعالج. نعالج ايه؟ يعني حد عنده قلق، توتر، تعلق، ضغوط نفسية، آلام عضوية زي ما قلنا أو أمراض عضوية يكون سببها نفسي ومحتاج ان هو يشتغل عليها. احنا بنساعده في ان هو يعرف بالظبط المشكلة فين. انا واحده من الناس بحب دايما استخدم المنطق واللوجيك طول الوقت، وبحب الحاجات الماديه الملموسه. وبالتالي من حوالي 10 سنين انا اصلا ما كنتش بقتنع بموضوع الطاقه الحيويه، ده حقيقي. اثناء سفري في رحله علاج ابني في امريكا، جوزي طبيب، هو اللي كان بيحجز جلسات لابني في العلاج بالطاقة. انا ما كنتش مقتنعة خالص بالكلام ده بصراحة، وكنت دايما بعتبر ان هو كده يعني تصرف فلوسك، ترمي فلوسك في الارض، يعني ايه علاج بالطاقة يعني. لكن بصراحة يعني بحمد ربنا ان انا فعلا بدأت الاحظ النتائج الجميلة للجلسات دي. بدأت سنة اعتقد بالموضوع ده وانا بدرس الدبلومة بتاعتي في التوحد والماجستير بتاعي في علم النفس. اتزحلقت رجلي بقى وانا بدرس كمان تكنيكات العلاج الشعوري في العلاج بالطاقة مع الاستاذ الرائع اسماعيل دملاوي. درست معاه طاقة وقدرت احسها واتذوقها وقدرت استخدمها كأداة من ادوات العلاج الشعوري. وبما اني واحدة من الناس اللي عندهم مشكلة في موضوع ان هم يصدقوا قوي في الطاقة، فالجهاز الاي ميت اللي انا جاي اتكلم عنه النهاردة، الجهاز ده رائع جدا. هو بيشتغل بتقنيه الكوانتم فيزيكس. احنا هنتكلم النهارده عربي ان شاء الله، يبقى في لايف تاني بالانجلش عشان كل الناس تبقى فاهمه الكوانتم فيزيكس والبايو فيدباك. الجهاز ده بيقيس الطاقه بتاعه الجسم بما فيها طاقه الافكار والمشاعر. افكارنا ومشاعرنا بتطلع طاقه، الطاقه دي الجهاز بيقدر يقيسها وبيقدر يشخص بدقة شديدة ايه العلاقات اللي في حياتي اللي عملالي ستريس، ايه المشاعر اللي عملالي ستريس، ايه الصراعات اللي في عقلي والافكار اللي في عقلي والكونفليكتس اللي عملالي ستريس، ايه هي صدمات الطفولة اللي عندي وحصلت وانا في سن كام. فبالتالي بيكون شيء رائع ان العميلة تشوف بعينيها الحاجات دي متسجلة او الجهاز قرهالها. بيساعدها جدا انها تكون مطمنة وهي بتبتدي، وبيساعدها جدا ان هي تبقى مقبلة على جلسات العلاج الشعوري. انا بستخدمه شخصيا في التشخيص فقط لا غير، مش بستخدمه كعلاج. الجهاز اصلا ممكن يعالج، يعني ممكن نستخدمه كمان كأداة قوية جدا في العلاج، لكن انا بحب قوي استخدم في شغلي التكنيكس اللي انا اتعلمتها، تكنيكس مختلفة، البيت والاي هارت والاي فلو والسبريتوال
التكنيكس كلها. لكن الجهاز عمل معايا نتائج رائعة، لأنه فعلا في ناس كتير بيحبوا الحاجة تبقى ظاهرة قدامهم وشايفينها بعينيهم على أبليكيشن أو على جهاز، وده بيساعدهم جدا إن هم يقبلوا أكتر ومتشجعين أكتر إن هم يصدقوا ويكملوا. فبنحس إن إحنا بنقطع شوط لما بنعمل حاجة زي دي أو لما بنعمل خطوة زي دي. إن شاء الله هنعمل قريب جدا ووركشوب عن جهاز الآي ميت، وهنعمل أكتر من ووركشوب، هنعمل بالعربي وهنعمل بالإنجليش بحيث إن الناس كلها تبقى فاهمة جهاز الآي ميت وتاخد فكرة عنه. وهنعمل سكان للناس اللي هتيجي تحضر معانا الوركشوب ده، بس مش هنعمل سكان كامل يعني، عشان الوقت طبعا مش هيكون كافي، فهنعمل حاجات صغيرة كده للناس اللي هيجوا زي هدية، يقدروا يشخصوا حاجة من الحاجات اللي ممكن تكون بتضايقهم. طب ايه تاني كمان ممكن نستفيد من الجهاز ده؟ البوابات الطاقة بتاعت الجسم الجهاز بيقدر يرصدها ويقدر يعرف لي لو في بوابة من بوابات الطاقة فيها مشكلة، لو في انسداد مثلا في بوابة، لو البوابات الطاقة مش متوازنة، الشكرات بتاعت الجسم مش متوازنة، بقدر عن طريق الجهاز اني انا اعرف فين بالظبط المشكلة، وبالتالي بيكون سهل جدا ان انا اعالجها. كمان بيوضح لي الهالة اللي بتكون حوالين الجسم لونها ايه، ومن لون الهالة في شرح لطبيعة الشخصية دي، يعني كل لون بيمثل صفات معينة او طباع معينة. في الوان بتبقى سبريتوال قوي روحانية جدا، وفي الوان بتكون حد اكتف وطول الوقت بيفكر، حد كيرنج جدا، حد الحاجات دي كلها الجهاز بيوضحها. ففكرته رائعة، وناس كتير بترتاح في ان هي تشخص بالظبط فين الاماكن اللي في جسمها اللي فيها مشاكل بوابات الطاقة، وبالتالي الاعضاء دي بتكون متأثرة نتيجة ان بوابات الطاقة فيها انسداد ومحتاجة تنظيف. كمان بيقدروا يتعرفوا على الصفات الشخصية بتاعتهم. كمان بيقدروا يتعرفوا على صدمات الطفولة، ودي نقطة مهمة جدا. كتير طبعا احنا برضو حابة تاني ارجع واقول ان احنا عن طريق التكنيكس اللي احنا بنشتغل بيها بنقدر ان احنا نوصل لصدمة الطفولة ونعالجها. يعني ايه صدمة الطفولة؟ عشان لو في ناس مش عارفة يعني ايه صدمة الطفولة، صدمة الطفولة هي صدمة او موقف حصل لي والمشاعر بتاعته اتخزنت جوايا وانا ما قدرتش ان انا اتعامل معاها بطريقة مظبوطة، فبالتالي الصدمة دي او المشاعر دي اتخزنت جوايا. الطفل الصغير او الاطفال الصغيرين بيكونوا حساسين جدا اكيد، وحاجات بسيطة جدا بتأثر فيهم. يمكن الحاجات دي ما نبقاش احنا ككبار مدين لها القيمة، بس هم جواهم عالم كامل عايشين جواه، حاجات صغيرة قوي بتأثر فيهم وبتأثر على مشاعرهم وممكن تتخزن جواهم وتسبب لهم صدمات. ونستغرب جدا لما بنيجي بعد كده نتعامل مع حد كبير وبالغ ونلاقي ان حاجة بسيطة زي دي اتخزنت جواه وموجودة وعايشة معاه. اللي بيحصل دايما ان طول الوقت بتيجي رسائل علشان اعرف الصدمة دي، زي بالظبط بشبهها فكرة الدكتور لما بيجي يكشف على عيان بيبتدي يحط ايده على الاماكن اللي المريض بيشتكي منها وبتدي يشوف اكتر نقطة ضعف فين مكانها بالظبط. نقطة الضعف دي بتبقى هي بتوضح لنا حاجات كتير قوي. فلما بنعدي مواقف في حياتنا بنلاقي ان في مواقف ممكن تأثر فيا وما تأثرش في حد تاني، في اختي مثلا او في صاحبتي، وبالتالي معنى ان الموقف ده بيأثر فيا قوي كده بالشكل ده وبتنرفز جدا وبتعصب جدا، ان انا الموقف ده ممكن يكون ليه جدر، root cause هو السبب في ان الموقف ده بيعصبني انا ومش بيعصب اللي جنبي، مش بيعصب اختي، مش بيعصب اصحابي.
طيب ازاي اقدر اخلي بقى الموقف ده لما يجي كتير، كل شويه بيجي لي، كل شويه بيجي لي وبتعصب، كل شويه بيحصل لي الموقف ده وبتعصب. دي رساله اني انا لازم اشتغل على الموضوع ده. اول ما بشتغل على الموضوع ده بيبتدي الموقف ده بعد كده مهما حصل قدامي ما بحسش باي حاجه، زي بقى زي اختي وزي صاحبتي وزي غيري، الموقف بيكون بسيط جدا وما بحسش انه في اي مشكله، عادي يعني. دايما في اخر الجلسه بتكون في البدايه العميله متضايقه جدا، وازاي يحصل معايا كده، وفي اخر الجلسه عادي، ايه رايك في الموضوع ده، عادي، ايه يعني، حاجه بسيطه، ايه المشكله انه يحصل كده، ما كلنا بيحصل كده، ما مشكله وعدت. فبنلاحظ التغير اللي بيحصل في المود نتيجه ان احنا قدرنا نشيل الصدمه دي، تمام. ف الجلسات دي مهمه جدا، الشغل على مشاعرنا وعلى افكارنا مهم جدا، بيساعدنا ان احنا نقدر ناخد قرارات في حياتنا، لان ما بنكونش مترددين، ما بنكونش حاسين بصراع نفسي قوي او توتر او قلق او ضغط، اخد القرار ده ولا ما اخدهوش، اعمل الحاجه دي ولا ما اعملهاش. اوقات كتير بيكون جزء من شخصيتنا مثلا ان احنا عندنا تعلق، التعلق ده برضو من خلال الجلسات دي بيتشال. اوقات كتير ضغط نفسي، اوقات كتير بتبقى الام جسمانيه، انا تجي لي مثلا عميله تقولي انا رقبتي وجعاني طول الوقت، حاسه بالم شديد في رقبتي، الم شديد في اسناني، الم في ركبي، الم في ظهري، الم في دراعي، عيني. الالام دي كلها لما بنيجي نشتغل بنلاقي ان سببها بيكون نفسي. لما العميل بيشوف الحاجات دي كمان على الجهاز الاي ميت، بنشتغل بقى بالجهاز، بنوصل الجهاز عن طريق واير بيتحط اساور كده حوالين الايدين مثلا او حوالين الراس، نبتدي نعمل سكان للجسم كله ونبتدي نشوف نتيجه السكان دي، بيتفاجئوا بانهم يعني اول ما بتدي نقرا النتائج بيتفاجئوا بان فعلا انا بحس بكده، فعلا انا حصل لي موقف وانا عمري كذا سنه، فعلا انا عندي مشكله في العلاقه مع الشخصيه دي مثلا، مع بنتي، مع جوزي، مع ابني، مع صديقتي، مع امي. تبتدي تتضح الصوره ونبتدي نحط ايدينا على المشكله ونبقى متاكدين تماما ان احنا ماشيين صح. انا طبعا ببقى متاكده، لكن مهم جدا ان لراحه العميل نفسيا انه يبقى شايف كل حاجه قدامه وشايف السكان اللي احنا بنقوم بيه، ويبتدي يظهر قدامه الحاجات دي. في حاجه ظريفه جدا بقى كمان في الجهاز، ان هو احيانا بيظهر لنا صدمات بتكون من قبل ما نتولد، يعني مثلا وهي الام حامل حصلت لها صدمه ونتيجه وفاه حد عزيز عليها او اي سبب من كان، فالصدمه دي اثرت على الجنين. فبالتالي لو جيتي سالتيني مثلا انا ايه الصدمه اللي حصلت لك، مش عارفه اوصل لها، لكن الجهاز بيوضح لك ان الصدمه دي بتكون من وانتي في بطن ماما، يعني من وانتي لسه في الرحم. فبالتالي بنبتدي بقى نعالجها بطرق تانية برضو، ليها طرق خاصة بيها، سواء عن طريق التكنيكس بتاعتنا او عن طريق برضو الجهاز. لو حد عنده اي سؤال بقى يا جماعة يسأل، انا قاعد عمال اتكلم بقى لي فترة، وايه وسامحوني ان انا ما باخدش اسئلة لو كان في حد يعني سأل سؤال. حد عنده اي سؤال؟ اولا انا مبسوطة بيكم جدا اصحابي وحبايبي، اهلا بيكم. على فكرة المكان هنا رائع يا جماعة، تحفة، يعني انا الفيو اللي قدامي دلوقتي في منتهى الجمال، خضرة وحاجة مريحة نفسيا جدا، وميوزك برا وحاجة يعني، فهو الجو نفسه مريح. انا دخلت هنا حسيت براحة. تمام. What is the name of the device? Okay. الاسم الجهاز iMate. هو بيشتغل بتقنية الكوانتم فيزيكس والبايو فيدباك، والابليكيشن اللي بنشتغل بيها اسمها شو ابليكيشن. في سؤال تاني؟ بايو فيدباك ديفايس، صحيح.
شكرا يا نونة. تمام تمام خلاص، انا مستنياكم يا جماعه ان شاء الله. مواعيد الوركشوب هتنزل على على الصفحه بتاعت جاستي ان شاء الله، هتكون الفتره اللي جايه قريب جدا. واتمنى تشرفوني. هنعمل وركشوب بالعربي وركشوب بالانجلش. الوركشوب ده فري تماما، وهنعمل سكان هديه للناس اللي هتحضر، وهبقى سعيده جدا لما تشرفوني. شكرا، باي باي.